سنشر هذه اللعبة يا صديقي. فقط لعشاق ناروتو سيفهمون اللعبة. ضغط ريجستر. هنا نكتب بريد الإلكتروني وكلمة السر ثم ضغط لوجين. مباشرة يتم الدخول. إذا هنا سأكتب اسم الخاص اختار داكار. إذا كما نرى أصدقائي، أول عيب في اللعبة وهو أنه الصوت ينقطع. لا ندري لماذا الصوت ينقطع عن اللعبة. هنا تضغط تختار السيرفر الذي تريد أن تلعب فيه، بطبيعة الحال وطنك واحد أوتوماتيكيا مثلا، هي جميع السيرفرات إذا كنت تريد أن تنضم إلى سيرفر محدد. كي تلعب مثلا مع صديقك يجب أن تدخلوا إلى نفس السيرفر، مثلا أنا موجود في سيرفر هي اس 120 معلومة فقط. إذا أعطوناك العروض، مثلا العروض مثل ألعاب مثل فري فاير وبابجي وغير ذلك، فأيضا الألعاب مثل هذه سأعطوناك العروض. أيضا هناك عروض. أولا اللعبة مثلا هذه لعبة ناروتو. لدينا عيب آخر، عيب آخر في هذه اللعبة الذي أعتبره أنا عيب كبير، وهو عدم وجود يعني ميزة إنشاء شخصيتك. يعني ليس هناك إنشاء شخصيتك، فقط تضع لها اسم كما ترى هنا، هذه هي شخصيتي. إذا هنا يمكن التحرك في الخريطة بكل حرية، كما أنه يمكنك أن تختار أي شخصية بالضغط هنا على الصورة بالأعلى. هنا تستطيع أن تختار الصورة الرمزية إذا ضغطت على الصورة مجددا، الصورة الرمزية لحسابك. الفكرة هنا هو هنا تختار الفريق الذي تريد أن تقاتل به، يعني لا تقاتل فقط بشخصية واحدة بل تقاتل بالفرق. يكون لديك 5 أشخاص في أفراد الفريق، تستطيع أن ترفع مستوى كل واحد منهم. هي ساسوكي يعطونك في البداية، هذه يعطونها لك في البداية. إذا كنت تريد مثلا أغير هذه الشخصية مثلا كي يضع مثلا أختار شخصية أساسية، أنا أختار مثلا هذه وأضغط change، فأنا أخترت شخصية أساسية. هنا أيضا لديك هنا أيضا بالأعلى شخصيات أخرى، تستطيع أن تفتح هذه الشخصيات كلما ارتفع مستواك واجتزت المهمات وغير ذلك. تستطيع أن نيجي الآن هو الذي يعتبر مثلا شخصية أساسية. يمكنك إضافة تايل بيست. تايل بيست يعني البيجو، وحوش البيجو ده الارتيفاكت ديال القطع الاثريه. ثم لدينا فيده الاونور، هي الجوائز التي حصلت عليها في القتال وغير ذلك. اذا نظرت الاسفل لدينا الجينين، كلمه جينين يعني المستوى الذي نحن فيه حاليا هو الجينين. اذا كنت طبعا تشاهد ناروتو ستعرف ما هي الجينين. اذا ما تجتاز الاختبار او غير ذلك تنتقل الى تشونين، ثم من تشونين الى الجونين، ومن الجولين وهكذا. بروموت مثلا يعطونك هنا بعض الاشياء، بتين مثلا يعني الحصول على، هنا يعطونك جوائز اشعارات مثل الاشعارات مثل. وهنا كليم ايبل يعني الحصول على، مثلا كليم تجميع، بتجميع هذا سيعطونا ساكورا نفيدة الدردشة هي بالاسفل، تستطيع ان تتحدث فيها فقط عندما يكون مستواك مستوى 10. الان انا في مستوى 13 كما ترون. هنا دردشة العالم وورد، ولدينا فريند هنا يعني قائمة الاصدقاء، ثم اد فريند هنا كي تضيف صديقك. طبيعة الحال تكتب الاي دي الخاص به هنا، هو الاي دي مكتوب بالاسفل. ثم هنا تجد طلب الصداقة. ننتقل الان الى باج يعني الحقيبة، تجد فيها مجموعة من الاشياء، فاذا ضغطت عليه يمكن ان يعطيك هذه يوز يعني استعمال. يعني هنا شخصية جديدة، هذيك الميل هو تجد فيها الجوائز، فضغط تجميع هي اعطانا هذه الجوائز. ثم هنا المهمات هي الديلي، المهمات اليومية، الديلي يعني المهمات اليومية. يطلبون منك أن تقوم ببعض الأشياء، هنا تجمع ويكلي مهمات الأسبوعية، ثم هنا مهمات القصة الرئيسية يعني المهمات الرئيسية. ننزل للأسفل لدينا الماركت يعني السوق، متجر السلطة براي شوب، الشوبين يعني التسوق، تشتري مجموعة من الأشياء. إذا تضغط على النينجا بهذه العملة الحمراء تستطيع إذا كنت، ثم هنا الشراء بالنقاط، هنا مهارات، ثم نينجا مال، هنا أيضا تشتري بهذه العملات. إذا ضغطت عليها يعطيك في ماذا تستعمل. ننتقل إلى النينجوس. إذا هنا تقوم برفع مستوى النينجا، مثلا دعني أرفع مستوى نيجي هذا، نفترض هذا مثلا ضغطت هنا، فقم بالضغط هنا لكي يحمل هذا في يده، هو هذا السلاح. أيضا إذا قمت بزيادة هذه فأيضا يزيد له، وهذا السي بي تعني كومبات باور يعني قوة القتال. وهنا ترفع له المستوى بالضغط هنا ليفل أب يعني يرفع المستوى. كي ترفع المستوى يحتاج الى هذه العملات ستار اب يعني تقوم بإعادة مستوى الى الصفر. تستطيع ان تختار في هذه العلامات، فقط تتبع هذه النقاط الحمراء سوف تجمع العديد من الجوائز. مثلا هنا
في ذات البيجو هي الوحوش البيجو ومن لا يعرفها. ثم لدينا السيمون، السيمون هو استحضار النينجا، يعني يعطونك واحد مجانا يوميا، تضع إصبعك هنا فهنا يعطونك مثلا واحد يعني على حسب حظك، يمكن يعطوك شخصية جديدة. هو مثلا أعطونا هذه الشخصية إذا كنت تريد أن تأخذه إلى مهمة مثلا أو تضمه إلى فريقك. تستطيع أن تقوم بعشرة تدويرات ولكن بمبلغ 2000 من هذه العملة. نقوم بمحاولة واحدة أخرى، ماذا سيعطوننا هذه المرة؟ أعطونا هذه الشخصية. جيد، هكذا تجمع فريقك الخاص. هنا تستطيع أن تقوم باستحضار الكاغي، الكاغي الذي هو الأشخاص ذوي الخبرة العالية، لكن لا يفتح إلا في مستوى 20. لدينا الجيم بلاي، بعض المعلومات هنا، تأخذ المهمات وتربح هذه الأشياء. مثلا كاين مهمة نضغط هكذا، يجب أن نختار 3 أشخاص فقط ليذهبوا معنا في المهمة. ساسوكي أوصلته إلى مستوى 40، سأضعه هنا. لدي نيجي الليفل 11، ثم لدي أوروتشيمارو الليفل 30، نضعه هنا واضغط ستارت. نتجه الى ارينا، ارينا هي قتال لاعبين. لدينا نمط قتال لاعبين حقيقيين، ديول ارينا يعني حلبة التحدي تتحدى فيها لاعبين اخرين حقيقيين، وشامبيونشيب ماتش هو هي البطولة. اضغط ثلاث بطولة هنا، سنعزل الاشخاص الذين وصلوا الى المراتب، وصلها بشخصية اساسية اللي هي ناروتو، ولكن رغم ذلك فيكونون 5 شخصيات في كل فريق، يكون هناك 5 شخصيات. نفترض مثلا نحن ذهب الحلبة مثلا، مثلا نقاتل شخص معين، مثلا لدينا هذا الليفل 13، يمكننا أن نقوم بتحديه. هي أضغط فري تشالنج، عندما أضغط على تحدي فكما رأينا هنا نحن لدينا فقط 4 أشخاص بالفريق، بحيث هو لديه 5 أشخاص بالفريق، يعني لديه فريق متكامل وأنا ينقصني واحد، ولكن لا مشكلة. أضغط ستارت، هو القتال يبدو، يتم القتال بهذه الطريقة بشكل تلقائي. هذا أيضا من العيوب، لأنك لا تختار المهارات التي ستقاتل بها، فقط يعني ترفع لمستوى الشخصيات وتتركها يعني لتلعب. إذا كنت لا تريد أن تشاهد هذا القتال فتضغط على سكيب بالأسفل وسيعطيك النتيجة مباشرة، نتيجة هذا القتال ذلك الوقت أو تريد يعني متسرع. إذا كما رأينا فزنا، هي وين نينجا سبيس، إذا جمعت هذا حصول على الجوائز. يعني ضغطت على مين ستوري في الجانب الآخر هنا الخاص بالمهمات، هو سيذهب عند صاحب المهمة مثلا، هذا سيعطينا مهمة مثلا. ضغط ستارت، هنا سيعطينا المهمة الرئيسية، مين ستوري يعني المهمة الرئيسية، يكون فيها الأحداث والقصة وغير ذلك. يقول لك اختار أفراد الفريق، إذا سأختار هذا. إذا تختار الوحوش إذا كانت عندك عدة وحوش، هذه لأنني فتحت المهارات الخاصة بساسوكي، لذلك وضعتها هنا. تضغط ستارت وتذهب إلى المهمة، هاهي. إذا يبدو لي أن هؤلاء ضعاف، عندهم فقط ليفل 6، هاهي سنفوز. هيا فزنا يعني بسهولة، لأن عندي ساسوكي وأوصلته إلى الليفل 40، لذلك قتلتهم بسهولة. ساسوكي يعطيهم ضربة واحدة. المسخوط سترونجست نينجا، لدينا النفذات أقوى نينجا، أي الرانكين. لدينا جيسيكا تحت المرتبة الأولى، والمرتبة الثانية هو لاعب آخر اسمه جيمس. نيوبي هنا يعني جديد، جوائز أعتقد. بورفول نينجا، هنا تقوم بتحدي اللاعبين الأقوى أو ما لا أقوى اللاعبين، تستطيع أن تتحداهم. ضغطت على أي شخص هكذا، ومثلا ضغطت على سبير الذي هو تحدي، أد فريند إضافة إلى أصدقاء إذا كنت تريد أن تجعله صديقك. بيرسونال سبيس كي تدخل لكي ترى شخصياته مثلا، أو ترى معلوماته، هي سوف ترى الشخصيات التي يملكها ومستوى كل شخصية. لدي هذه الشخصية في مستوى 100، لدي شخصيات هذا أيضا بمستوى 171، يعني أوصلهم إلى مستويات عالية. أيضا هنا أحداث يعني تتغير أيضا حسب المواسم كذلك، هذه هي أهم النقاط الموجودة في اللعبة بطبيعة الحال. لا تنسونا من ضغط لايك واشتراك أصدقائي، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر.